الغني الدهدو رسام كاريكاتير مغربي من مدينة طنجة. فن الكاريكاتير فن معروف كينتمي للتشكيل بشكل عام، وهو فن أصبح متميز أحيانا بالمبالغة الجميلة. وفن الكاريكاتير كما يعرف الجميع هو أنواع، كاين فن الكاريكاتير اللي هو الكاريكاتير الصحافي أو لي ديسان دو بريس، وكاين رسم الكاريكاتير ديال الوجوه اللي كيتناول وجوه الناس وتقاسيم ديال تعبيرات الوجه إلى آخره. وهذا فن يطلق عليه أحيانا فن الكاريكاتير السياحي، لأنه غالبا كيكون الفنان متواجد في الأماكن السياحية وكيتناول وجوه السياح، كما يحدث الآن في هذه الساحة. أنا أقوم بهذه العملية بالتحديد بحيث أرسم وجوه المارين هنا من أمامي من السياح وزوار المدينة العتيقة بمدينة طنجة. معروف على أن فن الكاريكاتير هو واحد الفن موهبة أصيلة، يعني لولا الموهبة ما يمكنش الإنسان يتعلم فن الكاريكاتير أبدا، لابد من الموهبة التي تظهر مع الطفل في البدايات ديالو الأولى. وأقول الكاريكاتير بالتحديد لأنه ممكن يكون الطفل موهوب في الفن التشكيلي بشكل عام، لكن ميول الطفل إلى السخرية وإلى رسم الكاريكاتير مثلا لأعضاء من الأسرة ديالو، من المقربين من عائلته إلى آخره، هنا كتبان الموهبة ديال الكاريكاتير بالتحديد. وهذا هو ما ظهر علي أنا في البدايات، بحيث أنني كنت كنرسم أفراد الأسرة وكنسخروا من احيانا من الخوت، من الوالد، من يعني من الخاله ومن الخالات الى اخره. فكنت اسخر من افراد العائله، وتطورت الموهبه بالتدريج في مراحل الدراسه الى ان ولجت عالم الصحافه، وبالتالي اصبحت امارس الكاريكاتير الصحفي، وايضا طورت نفسي في الكاريكاتير ديال وجوه وتقاسيم الوجوه الى اخره. واليوم انا امارس يعني النوعين معا، الكاريكاتير السياحي والكاريكاتير الصحفي. اكيد فن الكاريكاتير هو واحد الفن اللي عنده رسائل نافذة وسريعة ويتقبلها الجمهور بشكل كبير، ولا ننسى على أنه فيها خاصية السخرية المحببة عند الجمهور بشكل كبير. وبالتالي هو الكاريكاتور ممكن نعتبره سلاح إيجابي إذا استعمل في الجانب الإيجابي دياله، وأيضا ممكن يكون سلاح هدام إذا استعمل في غير محله. أكيد أنا مارست العمل الصحفي لمدة طويلة، يعني أكثر من عقد من الزمن وأنا أمارس العمل الصحفي بشكل يومي. أعتقد على أنني تناولت جميع المواضيع، سواء كانت موضوعات سياسية أو اجتماعية أو غيرها، بيئية إلى آخره. وبالتالي ورسام الكاريكاتير المفروض أنه يتناول جميع الموضوعات مثله مثل الكتابة، يعني لا يختلف كثيرا عن الكتابة. فهو اليوم أصبح وسيلة صحافية مستقلة ومعروفة، وفيها جميع يعني شنو ممكن نقوله، لأنه جميع الجوانب اللي موجودة في الصحافة موجود، ممكن يعملها رسام الكاريكاتير بما فيه الروبورتاج مثلا، أو لا الخبر، رسم الخبر، التحليل، الرأي إلى آخره. كل هذه الأشياء يرسمها رسام الكاريكاتير، وكأنه يعني هو يعد صحافيا تماما، يعني مثله مثل جميع الصحافيين.
أعتقد أن الرقابة، موضوع الرقابة هو موضوع يعني كان ولا يزال وسيستمر دائما موضع جدل وموضع حديث دائم. إذا تكلمنا على المغرب فالرقابة في المغرب تتراوح ما بين وجود نسبة من الحرية إلى أحيانا تتقلص وأحيانا تتسع حسب الظروف السياسية، ويمكن أن يتجلى ذلك في العمل الصحفي بشكل عام، مش غير عند رسام الكاريكاتير، إنما رسام الكاريكاتير عنده واحد الخاصية وأنه بدون حرية لا يبدع، بدون وجود حرية كافية رسام الكاريكاتير لن يبدع أبدا. أعتقد سؤال المستقبل هو سؤال مطروح الآن، لأن كاين تحولات كثيرة يعني طرأت في الساحة، خصوصا تراجع الورقي، الصحافة الورقية، ولكن أنا كنظن من جانبي على أن الفنان خصو يطور ذاته ويتأقلم مع المتغيرات، لأن مثلا ما أقوم به الآن وأنا أرسم سياح هو نوع من هذا التأقلم أو هذا التطور الذي يجاري هذه التحولات التي تطرأ في الساحة. معروف على أن طنجة كانت دائما تنجب رسام كاريكاتير منذ الستينيات، كان دائما هناك يعني أجيال من رسامي الكاريكاتير، وإن كانوا قلال أو يعدون على رؤوس الأصابع، وإنما كانوا دائما موجودين، وبالتالي هذه المدينة كانت تلهم جميع الفنانين سواء كانوا عالميين أو محليين، وكانت أيضا تلهم الكتاب وتلهم كل المواهب من جميع الأصناف، فهي مدينة فعلا ملهمة ومدينة جميلة، مدينة عندها موقع متميز، مدينة كانت توصف بأنها جنة الألوان والضوء، خصوصا عند التشكيليين العالميين الذين زاروها قبيل مرحلة الاستعمار. أتمنى من القلب على أن الفن يتم تشجيع دياله مغربيا، لأن المغرب هو بلد متوسطي، بلد محاط ببلدان تهتم كثيرا بالرسم الصحفي وبالقصة المصورة وبالرسومات بشكل عام، وكنظن بلادنا تحتاج إلى نوع من تشجيع المواهب. صحيح هناك يعني بعد التشجيع للقصة المصورة خصوصا في المغرب، لكن يجب أن نشجع الرسم الكاريكاتوري لأنه يساهم في تحسين جودة العمل السياسي على الخصوص.